الخضروات بتتلف بسرعة جدا، فأنا عشان كده هوت أنا بسيبها في التلاجة، أول ما أجيبها على طول أحطها في التلاجة، ولما أستعملها أبتدي أغسلها كويس زي طرق الغسيل السليمة اللي احنا تحت الحنفية بتاعت المية، المياه السارية دي أو المياه الجارية مدة 20 ثانية، والدعك باليد أو بفرشة وأستعملها على طول. لو الخضروات والفاكهة مطهية بقى مش طازج، المطهية أي غذاء مطهي، رز، مكرونة، خضار، يقعد في التلاجة بتاعتي 3 أيام لو كان الإنسان سليم، يسخن مرة واحدة. ثالث يوم لو أنا مكلتوش على طول خلاص يترمي. لو أنا عندي مريض في الأسرة، مريض بمرض مزمن، سيدة حامل، ده بيقعد 24 ساعة فقط، وبسخن الأكل إعادة تسخينه مرة واحدة بس.